مشاهدينا الاعزاء اهلا بكم في اطلاله جديده لبرنامج ماشيه الصحافه، نسلط الضوء خلالها على ابرز ما تم تداوله في الصحافه المحليه والدوليه. يسعدنا ان نستضيف في هذه الحلقه الاكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فيصل الشريفي، وينضم الينا في وقت لاحق من هذه الحلقه مراسل تلفزيون دوله الكويت فالح نصير فالح من رام الله، ليطلعنا على ابرز ما تناولته الصحف الفلسطينيه لهذا اليوم. اما الان مشاهدينا نبقى مع ابرز ما تناولته الصحافه المحليه بعد هذا الفاصل. نستهل جولتنا من صحيفة الجريدة وهذا العنوان حول جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية. جابر المبارك يوجه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد. وذكرت الجريدة تحت هذا المانشيت العريض أن مجلس الوزراء اطلع على الإعلان عن المبادرة السامية لأمير البلاد بإنشاء صندوق التكنولوجيا. في سياق جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية عنونت صحيفة القبس مجلس الوزراء مبادرة الأمير لقمة لبنان إنجاز مميز، وأضافت القبس أنه كلف الإعلام والتربية بإطلاق حملة لرفع أعلام البلاد على المباني. في صحيفة الأنباء نقرأ هذا العنوان التمهيدي: بعد 33 سنة من تطبيق لائحة البعثات والإجازات الدراسية، لائحة جديدة تطبق بعد الأول من أبريل وتنص على إيداع رواتب الطلبة الموظفين المبتعثين للدراسة في حساباتهم الشخصية بالبنوك الكويتية. وفي عنوانها العريض كتبت الأنباء: مجلس الوزراء ندعم المحاسبة في الرقابة المسبقة. ننتقل إلى صحيفة السياسة التي طبعت هذا العنوان: الحكومة تعتمد موازنة تحفيزية للاقتصاد وحافظت على معدل المصروفات الرأسمالية المرتفع بنسبة 17%. دكتور، نبدأ معك بمخرجات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، قضية مكافحة الفساد أو إصلاح المسار الاقتصادي والإداري تتطلب خطوات جادة، والحقيقة يعني إلى الآن مجلس الوزراء وسمو رئيس مجلس الوزراء سلط الضوء ويعني أبدأ استعداده على المحاسبة الجادة للفساد، لكن ما زال هناك انتظار للخطوات الإصلاحية وبرامج العمل الواضحة في هذا الاتجاه. نعم، لا يمكن إصلاح المسار الاقتصادي دون النظر إلى إصلاح المسار الإداري وتمكين الكفاءات وأيضا المحاسبة الجادة وليست المحاسبة الورقية من خلال تعود الشارع الكويتي على أن ينظر المحاسبة على أنها عفاء من المنصب، لكن ما ينظر إليه أن فعلا إذا كانت هناك مواقع خلل أو مواقع فساد اجتثاثها وأيضا يعني تحويلها إلى النيابة ومن ثم القضاء لطمأنة المواطن الكويتي وأيضا لمعرفة جدية الحكومة من الإصلاح. نعم، أيضا فيما يتعلق بموضوع الموازنة التحفيزية للاقتصاد، كيف تعلق عليها؟ أنا أعتقد هذا الموضوع موضوع أيضا يعني محل اهتمام، كون الاعتماد على موارد النفط وهي مرتبطة بتقلبات السوق العالمي، ولذلك إن كنا نتكلم عن الشق الأول الإصلاح فلا بد من إيجاد خطوات تنفيذية لمعالجة الاختلالات في الميزانية، وأيضا المراقبة الجادة على الصرف الغير مبرر، وأحيانا يعني حتى تكون جاد لابد أن تطلق هذه الإصلاحات على ذاتك أو على المؤسسة التنفيذية من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وإنفاق الوزراء ومجلس الوزراء حتى يكونون قدوة للآخرين. أيضا عدم المبالغة في خلينا نقول المشاريع التنموية بأسعارها مقارنة مع الدول الأخرى. هذه المرة بتسليط الضوء وأن الحكومة تقر أنها بحاجة إلى المزيد من الإصلاح ومواجهة الإصلاح، نتمنى فعلا أن السنة القادمة نرى هذا النوع من التخطيط الجيد
ومن المراقبة والمحاسبة الذاتية. نعم، أيضا في خبر آخر من صحيفة الوسط، أوردت إعلان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة أن اللجنة وافقت على فكرة الحج الميسر، وذلك لإيجاد عدد 10 حملات بسعر 1300 دينار لكل حاج، وتتضمن 2000 حاج كويتي بواقع 200 حاج مع كل حملة وفق خدمات الفئة جي من تصنيف حملات الحج الكويتية. خبر آخر تناولته صحيفة النهار حول تأكيد البنك الكويتي للطعام والإغاثة استمراره في دعم الأسر المتعففة وأصحاب العوز من الأيتام والأرامل عبر مشروعه مشروع العشيات، الذي يوفر المواد الغذائية الأساسية من طعام وأكل ومشرب شهريا على مدار العام بالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف. فيما يتعلق بفكرة هذا البنك يعني بمساعدة الفقراء والمعتزين والأرامل والأيتام من وجهة نظرك؟ هذه المرة هذا المشروع موجه إلى الداخل وموجه لكل متعفف وإلى كل أسر محتاجة، وفعلا يعني قضية النظر بالفائض الغذائي سواء من خلال ما يزيد عن حاجتك في المناسبات أو ما يزيد عن حاجة الأسرة من طعام وغيره، يتوجه إلى هذه الأسر بشكل صحيح، وأيضا نوع من التحفيز على ترشيد الاستخدام والاستهلاك الطعام، وأيضا النظر إلى أبعد ما هو ما في بيتك إلى الآخرين، وتحس بالمسؤولية ومشاركتهم في هذا الأمر. وحقيقة هذا النشاط نشاط يشكر عليه القائمين، لا شك أن ثقافة المساعدة أو تقديم الأكل والمشروبات هي ثقافة متأصلة في المجتمع الكويتي، ويمكن قبل اللقاء تكلمنا عن أن في أكثر من منطقة وفي أكثر من شارع هناك طاولة توضع للمارة من العاملين ومن المحتاجين، يستطيع يأكل ويشرب بالمجان، وهذه الأسر تقدمها في من خلال المناطق السكنية. إذن هذا العمل عمل إنساني، نعم، وعمل جبل عليه الكويت، وخير الكويتيين واصل إلى الخارج ما بالك النظر في الداخل. ويعني أيضا مرة أخرى يشكر من يقوم على هذا المشروع ومن يتابع ويتابع تنفيذه على أرض الواقع. نعم، أيضا في خبر آخر وفي تصريح لصحيفة الراي، أعرب وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي عن أمله في أن تتم المصالحة الخليجية في وقت قريب، وبين بن علوي أن جولته الأخيرة إلى الدول الخليجية تأتي من منطلق رئاسة سلطنة عمان للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وواجبنا أن نزور الدول كلها، مؤكدا أن نتائج الجولة كانت طيبة. في الفترة الأخيرة يعني شهد الخليج حراك دبلوماسي فيما يتعلق بحل الأزمة الخليجية، هل سنشهد حل الأزمة الخليجية في وقت قريب؟ إن شاء الله، يعني هذه أمنيات كل مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي، وأنا يعني أرى أن حجم الأزمة لا يستحق هذا الجفاء حقيقة. نعم. والبيت الخليجي ممكن يحتوي أي نوع من الخلاف، الأخوان في سلطنة عمان ولا شك معالي وزير الخارجية العماني بن علوي هو يعني يحمل هذا الهم حاليا، كون سلطنة عمان ترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، والمبادرة الكويتية هي أساس التحرك، ويعني نأمل أن فعلا مزيد من التفاهم وخلال الفترة القادمة. والدبلوماسية العمانية عرفت دائما بأنها دبلوماسية ناجحة ودبلوماسية تجيد إدارة أي نوع من الأزمات، وما بالك الأزمة لا نستطيع أن نقول أنها أزمة دامها في البيت الخليجي، نقول خلاف وإن شاء الله يعبر خلال الفترة القادمة. نعم، ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف الدولية والعالمية بعد هذا الفاصل.
ليلة ثانية من الغارات الجوية الإسرائيلية تستهدف مواقع داخل سوريا حسب صحيفة الجارديان، فإن الزيادة الحادة في التوتر بين إسرائيل وسوريا وداعمها الرئيسي إيران تأتي في وقت يتغير فيه الوضع الأمني في سوريا سريعا بسبب انسحاب القوات الأمريكية الذي أعلن عنه مؤخرا والسعي إلى التأثير على جميع الأطراف. وبعد سماع يدوي انفجارات في وقت مبكر من صباح الاثنين، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 11 شخصا قتلوا من بينهم إيرانيون، بينما قالت روسيا حليفة سوريا أن 4 جنود سوريين أيضا قتلوا. نفس الموضوع أيضا عالجته صحيفة الواشنطن بوست لكن من زاوية أخرى، وقالت أن إسرائيل اتخذت خطوة غير معتادة يوم الاثنين بالإعلان عن هجوم على القوات المرتبطة بإيران في سوريا، حيث تدخل في مواجهة مفتوحة على نحو متزايد مع خصمها اللدود الذي يتصاعد أيضا مع موسكو. وجاءت الضربات التي استهدفت معسكر تدريب ومستودعات لتخزين الذخائر وموقع في مطار دمشق الدولي بعد يوم من التصعيد. دكتور، في مقابل إسرائيل لم تكن تعلن عن الضربات الإسرائيلية الموجهة إلى مواقع إيرانية في دمشق بشكل رسمي، لكنها الآن تتحدث بقوة وتتحدث أمام الإعلام الرسمي بأنها تقوم بهذه الضربات وبأنها مستمرة. ما الذي تغير من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد موازين القوة تدرك إسرائيل خطورة وجود حماس في الجنوب وخطورة وجود حزب الله في الشمال، وأيضا يعني التواجد الإيراني وتمدد في سوريا، فهي تدرك تماما أن عليها دور في نظرها لحماية أمنها القومي، وبدأت في الآونة الأخيرة بالتركيز على إبراز قوتها ويعني والدفع أيضا يمكن لاحظنا بالفترة الماضية دفع الولايات المتحدة أنها تقود حرب مباشرة مع إيران، ولكن هذه المساعي قد لا تجد من يقبلها في الوسط الأمريكي، لذلك هي لجأت إلى التحرش المباشر وتحذرية أن، وعلى ما يبدو أن أيضا الجهات أو خلينا نقول الأحزاب الموالية لإيران في سوريا أرسلوا رسالة واضحة من خلال إطلاق صاروخ عن طريق فيلق القدس، وهذه المناوشات لكسب الرأي العام. لكن أكو إضافة داخلية، فعلا حاليا الإدارة الإسرائيلية تواجه أزمة فساد داخل المجتمع الإسرائيلي، وقد يكون هذا اللي صرف الأنظار ولو مؤقتا عن ما يدور في الداخل. نعم. في خبر آخر، استعرضت صحيفة القدس العربي بعض مضامين تقرير تحت عنوان نظام الأسد يخرج منتصرا وسط أمة محطمة، كتبته مراسلة صحيفة فاينانشال تايمز تشولي كورنش من دمشق، وبدأته بالتعليق على مباراة المنتخب الوطني السوري لكرة القدم في مباريات كأس آسيا الجارية. وتعلق كورنش أن الجماهير التي احتشدت في الساحة كانت تشجع الفريق المرتبط نظام الأسد الذي خرج منتصرا من الحرب، إلا أن انتصاره جاء بثمن باهظ ويحكم شعبا محطما ومنقسما. وتقول أن النظام الدكتاتوري السوري استعاد السيطرة وبدعم من الميليشيات الإيرانية والطيران الروسي على معظم مناطق المعارضة المسلحة. نتحول الآن مشاهدينا إلى رام الله، وينضم إلينا من هناك مراسل تلفزيون دولة الكويت فالح نصير فالح ليطلعنا على أبرز ما تناولته الصحف الفلسطينية لهذا اليوم. صباح الخير فالح. أهلا ومرحبا بك علا وبكل السادة المشاهدين، والبداية من صحيفة القدس التي جاء في عنوانها استشهاد شاب فلسطيني على حيز حوارة واقتحامات واعتداءات للمستوطنين وتجريف للأراضي في بتير، اقتحام مستشفى المقاصد لمنع إقامة احتفال باليوبيل الذهبي، جرين بلات يرد على عشراوي محتجا على اتهامها إدارة ترامب بعدم المصداقية، قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن عفر وأكثر من 150 إصابة في صفوف الأسرى، إسرائيل تفتتح مطارا دوليا جديدا قرب البحر الأحمر، هآرتس تفتيش الفلسطينيين في مستشفي برزلاي وعسقلان، عنصرية تحت إطار الأمن. ننتقل الآن إلى صحيفة الأيام، عشرات الإصابات في صفوف الأسرى خلال اقتحامات ومواجهات في 3 سجون للاحتلال، شهيد على حيز حوارة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وإسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية للنظام السوري وإيران في سوريا بالصواريخ.
الاحتلال يدهم كلية مستشفى المقاصد ويمنع بالقوة إقامة احتفال باليوبيل الذهبي. مجدلاني: نتمنى على أوروبا مساعدتنا في إزالة أي عقبات إسرائيلية أمام الانتخابات. القدس: الاتحاد الأوروبي يؤكد مجددا معارضته للاستيطان والتهجير. إسرائيل تعتزم عدم التجديد لقوة التواجد الدولي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. ننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة، وهي صحيفة ناطقة بلسان وحال السلطة الفلسطينية والمستوى الرسمي، وجاء في عنوانها: استشهاد الشاب محمد عدوي برصاص الاحتلال على حجز حوار. الرئيس يؤكد للسفير الروماني حرص فلسطين على تطوير العلاقات الثنائية مع بلاده. فلسطين تبدأ تحضيراتها لترأس مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون. عشرات الإصابات في عفر جراء اعتداءات قوات القمع الإسرائيلية على أسرى الفلسطينيين. نعم، سنكتفي بهذا القدر فيما يتعلق يعني بموضوع اليوم. نعم، فيما يتعلق بموضوع تشكيل حكومة فلسطينية، هناك ما يتحدث عن أن السيد صائب عريقات سيكون هو رئيسه. هل ما يؤكد رسميا هذا الموضوع؟ حتى الآن لم يخرج هذا الموضوع عن سياق الإعلام والترويج لصائب عريقات أو الإشاعات التي تبث هنا وهناك، لكن ما يجري حاليا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب من لجنة الانتخابات المركزية التوجه إلى قطاع غزة لبدء مشاورات مع حركة حماس للتوجه إلى انتخابات برلمانية بعد حل المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل المحكمة العليا الفلسطينية، وهي أعلى سلطة في البلاد. لكن حسب توقعات المراقبين، فهذه الجهود سوف تبوء في الفشل، والحكومة الحالية القائمة وهي حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ستذهب إلى الانفراط ليتم تشكيل حكومة فصائل فلسطينية من داخل منظمة التحرير، مع أن حركة فتح دعت حركة حماس ورحبت بها لحضورها والمشاركة في هذه الحكومة، بعيدة إجراء هذه الانتخابات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس التي لن يسمح الاحتلال فيها. نعم، أيضا لإجراء هذه الانتخابات التشريعية. نعم فالح، أيضا فيما يتعلق بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت إغلاق المدارس التي تديرها وكالة غوث مع بداية العام الدراسي، ما الجديد حول هذه النقطة باختصار؟ نعم، هذه خطة إسرائيلية وليدة في ظل أعضاء اليمين الإسرائيلي الذين يخططون للقضاء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، تماشيا مع صفقة العصر التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تبلورها الإدارة الأمريكية في ظل إزاحتها لقضية اللاجئين عن الطاولة بعد أن قطعت مساعداتها المالية لهذه الوكالة، وإزاحة قضية القدس أيضا عن الطاولة. فإن آخر الحلول بالنسبة لإسرائيل هي القضاء على وجود الأونروا في القدس من خلال هذه المدارس التي تقدم خدماتها التعليمية لعشرات آلاف الطلبة الفلسطينيين اللاجئين الذين يقطنون في مدينة القدس. لكن الفصالة والقيادة والحكومة الفلسطينية دعت المجتمع الدولي للتدخل وإنقاذ ما يمكن إنقاذه أمام هذه الحرب المفتوحة التي تقودها إسرائيل بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لفرض الحلول السياسية ومقايضة الفلسطينيين بالمال وبالابتزاز السلاسي. هذه الصورة. نعم، فالح نصير فالح مراسل تلفزيون دولة الكويت، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا نستكمل ما تبقى من الصحف الدولية والعالمية بعد هذا الفاصل. في عام 2008 أصبح باراك أوباما وهو عضو ديمقراطي جديد في مجلس الشيوخ أول رجل أمريكي من أصل إفريقي ينتخب رئيسا للولايات المتحدة بعد عقد من الزمن. يسعى عضو ديمقراطي آخر من مجلس الشيوخ ويفتح الطريق نحو البيت الأبيض هذه المرة لتصبح أول امرأة أمريكية من أصل إفريقي تقود البلاد. تفيد صحيفة USA Today، فقد أعلنت السيناتور كامالا هاريس من كاليفورنيا في برنامج صباح الخير يا أمريكا في شبكة تلفزيون ABC أنها تترشح للإطاحة بالرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2020. فيما يتعلق يعني الترشيح لامرأتين تريدان الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دعنا نتحدث عن هذه النقطة. ومن حزب ديمقراطي، من حقيقة
فتحت وتابعت أكثر من خطاب حق السيدة هاريس، والحقيقة يعني شخصية قد يعني تنجح في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية وقيادة الحزب الديمقراطي. لها حضور، عندها كاريزما متفوقة عالية جدا. الحاجز النفسي لدى المواطن الأمريكي بانتخاب اللون الأسود لم يعد له وجود حقيقة بعد انتخاب أوباما، وبالتالي من الممكن أن تتكرر هذه التجربة يعني، وخصوصا أن هيلاري كلينتون شخصية كانت يعني قريبة إلى الفوز في الانتخابات الماضية، لكن متى ما يعني دعمت هذه السيدة بالتحديد أنا أعتقد الفرص راح تكون كبيرة وممكن تغير الواقع وتدخل السيدة أمريكية إلى البيت الأبيض وسيدة أمريكية سوداء إلى البيت الأبيض، وهذه كلها يعني الديمقراطية الأمريكية فرضت نفسها وهي تتربى على عرش الديمقراطيات في العالم. نعم، ربما تعود أيضا الرئاسة الديمقراطية مرة أخرى. متوقع جدا. نعم. في من صحيفة وول ستريت جورنال قالت أن الحكومة الألمانية منعت شركة إيرانية من العمل في البلاد بعدما زعم الولايات المتحدة بأن طائراتها قامت بنقل أسلحة ومقاتلين إلى سوريا التي مزقتها الحرب. يقول المسؤولون الأمريكيون أن التحرك ضد مهان إير وهو نتيجة لضغوط طويلة من إدارة الرئيس ترامب، وقد ألغيت رخصة مهان التي تعمل 3 رحلات أسبوعية من طهران، دوسلدورف وميونخ على الفور اعتبارا من يوم الاثنين. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية أن الحظر كان ضروريا لحماية مصالح ألمانيا والأمن القومي. أبرزت الاندبندنت البريطانية تشبيه مايك بنس دفاع دونالد ترامب عن جداره الحدودي بإرث مارتن لوثر كينج كزعيم لحركة الحقوق المدنية، وفي معرض دفاعه عن موقف ترامب من ضرورة إقامة جدار عازل قال بنس أن أحد الاقتباسات المفضلة لديه من لوثر كينج هو قوله الآن هو الوقت المناسب لجعل وعود الديمقراطية حقيقة. وأدى المأزق الذي وصلت إليه الميزانية على الجدار إلى أطول إغلاق حكومي في التاريخ، مما ترك الآلاف من العمال الفيدراليين بدون أجر. ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة النيويورك تايمز يكتبه راكمني كاليماشي بعنوان بعد وصفها بالاندحار داعش تعود بتكتيكات حرب العصابات. يرى فيه أنه لمدة 3 سنوات سيطر الإرهابيون على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا. لقد انتهت السيطرة على تلك الأراضي الآن ما عدا 1% منها، الأمر الذي دفع البيت الأبيض إلى وصف داعش بأنها انهزمت وتم محوها تماما. لكن القول بأن تنظيم داعش قد هزم كما فعل ترامب عندما أعلن عن خطط لسحب القوات الأمريكية من سوريا هو تجاهل لدروس التاريخ الحديث. لقد تم الإعلان عن هزيمة المجموعة من قبل، لكنها أثبتت خطأ السياسيين وارتقت بشكل أقوى من ذي قبل. ويضيف كاتب المقال أن الهجوم الذي شنه انتحاري في الأسبوع الماضي خارج أحد مطاعم الشاورما في مدينة منبج السورية، والذي أدى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا من بينهم 4 أمريكيين، هو أحد الأمثلة عن الكيفية التي لا تزال بها المجموعة تهديدا خطيرا وعنيفا. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم من صحيفة الأنباء بريشة الأستاذ محمد ثلب. يعني اليوم المواطن يبدو أنه يعني الحقيقة التعليق يمكن ودي أروح فيه إلى العنوان الصحف اليوم من مجلس الوزراء هو عملية تنويع مصادر الدخل. يبدو أن المواطن أمام حقيقة عليه أن يعيد توزيع مصادر الدخل وأيضا إيجاد وسائل أخرى لمصادر الدخل. نعم، إذن مشاهدينا بهذا الكاريكاتير وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من منشط الصحافة. أشكر ضيفي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فيصل الشريفي على تواجده معنا، وأشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.